مش كل حلم تشوفه في منامك ينفع تحكيه، ومش كل حاجة وحشة بتشوفها بيكون ده تفسيرها، ممكن يكون معناها خير كبير. حلم واحد لو فهمته صح ومشيت وراه ممكن يقلب حياتك 180 درجة، وحلم تاني ممكن يكون إشارة من ربنا بيقولك بيها حاجة معينة. المهم تفهم وتتدبر وتحاول توصل للتفسير الصح. عشان كده معانا النهارده مفسر الاحلام السعودي الاستاذ حاتم سالم الغامدي، واللي هيكشف لنا اسرار وتفاصيل كتير عن الاحلام وتفسيراتها اللي كلنا بندور عليها. ابعتوا لنا اسئلتكم واحلامكم وهنقول لكم دلوقتي على معناها. خلينا في البدايه نرحب بالاستاذ حاتم. نورنا في صدى البلد. اهلا وسهلا فيك، اول شيء احييك ونبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع ده بما يخص مش المصريين بس، العالم العربي بشكل كبير جدا، هو موضوع شائك ومنتشر بشكل حلو. ففي اول سؤال يمكن الناس طلبت ان احنا نسأله في البداية خالص، هو امتى نعرف ان اللي بنشوفه ده حلم ولا رؤية؟ هل له توقيت معين؟ هل له ظروف معينة؟ يعني قول لنا تفاصيل اكتر عن الحلم والرؤية. احسنت، بارك الله فيك، سؤال جميل. هو الاصل، كل الاصل ما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا في موضوع او مساله الرؤى، واخبرنا في حديث واضح وصريح، الا وهو ان الرؤيا من الله، من الله، وان الحلم من الشيطان، فاذا راى احدكم ما يكره فلينفث على يساره ثلاثا ولا يخبر بها احدا. وايضا اضاف يقول فيها من حديث النفس، الاشياء التي تسير لك في حياتك وتنام وتشوفها، فهذه من حديث النفس. لكن من الذي يعرفها؟ هو المؤول الحذق الذي يستطيع أن يستخرج هل هذه رؤية أم حلم من الشيطان أم من حديث النفس. يعني ما لهاش تفاصيل معينة ليها توقيت؟ يعني احنا كنا نسمع أن الرؤية دايما بتكون هي قبل صلاة الفجر، تقوم من النوم تلاقي صلاة الفجر بتتأذن. سؤال جميل. هم ما فيها يعني حديث نصا، ولكن اجتهدوا أهل العلم فيها بأن رؤية الليل أطول وقوعا ورؤية النهار أسرع وقوعا. واستشهدوا بقصص كثيرة، منها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في رؤيته وقعت بعد 40 سنة، وقيل أنه رآها في الليل. واستشهدوا أيضا قصص كثيرة أهل العلم فيها، ولكن لم يثبت فيها يعني صحة حديث أو شيء زي كذا. لكن كلاهما رؤى سواء في النهار أو في الليل. يعني رؤية. ممكن يكون في رؤية بالنهار. نعم رؤية النهار ورؤية الليل، لأنه رؤية النهار زي ما قلت لك أنها ممكن تكون أسرع وقوعا لأنها رؤية الضحى. والله أعلم. والله أعلم. هل سواء بقى احنا بنتكلم في رؤية الليل او رؤية النهار، هل تفسير الرؤية في النهار بيختلف عن تفسير الرؤية في الليل؟ لا، هي نفسها، نفس التفسير، نفس التأويل، هي رؤية رؤية، وتعبيرها على حسب ما يفتح الله على المعبر الحد، الله يفتح له ويطلع منه، يبدأ يقول ويتكلم ويعبر. لأن أغلب الناس ما يدري، وهذه برضو تنبيه للناس أنه اهتم من رؤيتك سواء في الليل أو في النهار. أنت أعطي رؤيتك للمعبر وما تصعب على نفسك تقول أنا شفتها في النهار، أو أنا شفتها على غير وضوء، أو أنا شفتها وأنا لا. أعطي الرؤية وتساكت. المعبر الحدق بس بشرط أنك تعرف منه معبرك، تثق فيه، هو بيقدر يكشف لك هي وين اتجاهها ويدلك عليه. نعم. طيب، عشان في برضو موضوع من ضمن الموضوعات المهمة جدا، ودي منتشرة كبيرة كتيرة جدا في ثقافتنا احنا كمصريين، فكرة رؤية الأموات في الأحلام. وده دايما الناس بتعتقد ان ده فال وحش، وان رؤية حد ميت فده معناه ان انا هموت، او حد من اسرتي، او حد من اللي انا حلمت بيه هيموت. وكثير بعضهم والله يكلمني يرتجف، فيه رجفة، خايف، يقول شفت كده وخايف أموت، وخايف من الموت، لأنه أخذ على هاجسه إنه فعلًا إنه الموت بيجي ياخذه أو ياخذ أحد من عائلته أو شيء زي، فيبدأ يخاف. إيه التفسير السليم بقى؟ التفسير السليم، أول شيء بعطيكم التفسير السليم، وبعطيكم الشيء الجميل اللي لابد إن كل إنسان ينتبه له. إيش هو؟ مثلًا أنا إنسان وقع في قلبي إن هذا عندي مريض، وإن هذا المريض رأيت في المنام أنه حيموت وأن الموت نازل له، وقمت أنا خايف ومذعور وأقول أن الموت جاي على هذا المريض، ما لا محالة. فالمطلوب مني في هذه الحالة، لأن الله سبحانه وتعالى يصرف عن الإنسان الموت أو المصيبة بسبب الصدقات أحيانا، والحديث كثير عن هذا القدر والأشياء اللي قدرها الله على الإنسان. فمو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى فداه بكبش، وكان الموت نازل على إسماعيل، والله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبح كبش، فصار الموت بدل ما ينزل في إسماعيل راح في كبش. فنقول اذبح لله ذبيحة، إذا أنت خفت مثلا أو شفت أنه إذا تقدر وعندك الإمكانية اذبح لله، ما تقدر فادع الله وتعوذ من شره، يعني يصرف الله عنك هذا الشيء. بالنسبة لرؤية الأموات في المنام أو شيء، أو كلمة الموت في المنام، ما منها خلاف، لأن الأصل في علم الرؤى التبشير وليس التنفير. وهذا يدعينا إلى مسألة
لابد أن كل إنسان أو كل معبر أو كل إنسان يطلع في علم الرؤى أن يفهمها، ألا وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي روته عائشة رضي الله عنها، أن امرأة كانت تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وتسأله عن رؤيا لها، تقول أنني رأيت أن عمود بيتنا يسقط وأن البيت يسقط وأن ألد ولدا أعور، وهي تكون حامل وزوجها راعي تجارة، فكانت تتردد دائما عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبر لها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لها إن صدقت رؤياك تلدين ولدا بارا ويعود زوجك بخير ورزق، ترددت أكثر من ثلاث مرات وفعلا تحمل وترجع. هذيك المرة صادفت أنه ما وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي عائشة من بيت النبوة، فسألتها ماذا تريدين برسول الله؟ قالت كنت أريد أن أعبر لي رؤيا. قالت قص فيها علي. قالت لا أنا دائما أقص على رسول الله. قالت فحاولت معها وحاولت حتى حلفت عليها أن تقول لي، يعني ضغطت عليها قالت. فلما قالت لها الرؤيا قالت لها عائشة رضي الله عنها، قالت إن صدقت رؤياك يموت زوجك وتلدين ولدا فاجرا من الأعور، لأن عور الدجال وهذا تفسير مختلف تماما. مختلف تماما. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المرأة تبكي، قال ماذا بك؟ قالت فسرت لك كذا. قال لها ما هي عائشة، إذا عبرتم للناس فعبروا على حسن أو على خير. وفي رواية ثانية قال والله يا عائشة أنني رأيت الذي أنت رأيتي، ولكنني مسكت الشر عندي وأعطيتها الخير. فالمعبر يستطيع أن يحبس الشر ويعطي الخير، يستطيع، لأن الرؤى على رجل الطائر حيثما وقعت. فأنت وقعها بالخير، ليش توقعها بالشر؟ ليش تحزن الناس؟ ليش تدخل على الناس الحزن؟ فالموت هنا أحيانا نأخذ منه الانتقال، لأنه دائما نقول انتقل إلى رحمة الله، فنأخذ من الموت النقل، نقول له أنت حتنقل، طيب انتقل ولا الآخرة خير لك من الأولى، فنأخذ النقل إنه هذا ينتقل من حال إلى حال أفضل من اللي هو فيه، ونأخذ منها أيضا يحيى لك أمر كميت، أشياء كثيرة محامد نقدر نحملها على هذه الرؤية. أنا ممكن أقتبس من كلامك وأتوقف عند النقطة دي وأقول لك، يعني أنت من التفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة إن الأمر موكل بنطق بي زي ما بيقول، يعني أنت لما تعتقد بأن اللي يحصل لك هو خير فإذن هو ما يحدث هو الخير والعكس صحيح. أحسنت. ولكن ليس بشرط، لا بشروا ولا تنفروا، لأنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الوحي قد انقطع وتركت فيكم المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال هي الرؤى الصالحة، إما أن تراها وإما أن ترى لك، وهي جزء من 46 جزء من النبوة. وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. ما هي البشرى؟ قال ابن عباس قال هي المنامات. المنامات، المنامات هي البشرى، لأن هي البشرى في الحياة الدنيا. احنا الوحي انقطع ما عاد في وحي، لكن المنام هي البشرى، أما البشرى في الآخرة هي الجنة، هي البشر والغيب. البشرى هي في المنامات، فالبشرى دايما هو استبشروا، فالبشرى مش شيء الطيب أو شيء الكويس. فهل ده معناه إن مفيش أمور ممكن سيئة ممكن أنا أحلم بيها فتحصل لي بالفعل؟ أحسنت. لا ممكن تسير، ولكن إحنا مثلا كمعبرين مثلا نتكلم إن الناس كيف يوجهون الناس، بنشوف شر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤى إما بشارة وإما نذارة. نذارة، فالنذارة يعني أنذره، يعني أحذره، تحذير له، إما بشارة وإما نذارة. النذارة اللي هي التحذير. فأنا أشوف مثلا في موضوع معين فيه شر، والرجل هذا أو المرأة هذه في موضوع، وهذا في موضوع حرام هو بيرتكبه، فأقوم أنذره من هذا الموضوع، مو أبشر أقول مبروك ما شاء الله أنت بتروح تسوي الحرام، لا أنذره أقول انتبه اتق الله، أنت في موضوع في بالك كيت كيت كيت، أو سينعرض عليك موضوع كذا كذا، فإن شاء الله تعالى كده. فهو لما يجي في حياته يجد إنه هذا الشيء حصل ويبدأ يخاف. أعطيك مثال، يا ريت. أحد الأخوات كلمت قبل فترة، وهذه معلومة برضو جميلة يمكن المتابعين يستفيدونها، إن الرؤى تكون مبطنة. إزاي يعني مبطنة؟ شوف أتكلم معكم مصري كده إزاي. لا ده كويس. إزاي يعني مبطنة؟ لأن الإنسان لو علم بفضيحته ما راح يتكلم، صح ولا لا؟ صح. فهو يشوفها محملها ظاهرة جيد ويجي يتكلم، أنا رأيت رأيت. الله أراد يشده لهذه الرؤية عشان يفسرها، لكن لو عرف إن فيها صديحة والله يقول يا أبو يستر نفسي، صح ولا لا؟ سبحان الله. فكثير من الناس تيجي زي كذا زي المبطنة كذا، وبيجي يقول يا شيخ أنا رأيت كذا كذا. يعني أحد المتصلات كلمتني مرة تقول أنا رأيت إني ألبس الخاتم ويطيح من يدي وينكسر، والبسه مره ثانيه ويطيح من يدي وينكسر، والبسه مره ثالثه، لا تقول البسه اول مره ما يجي قدي، ثاني مره ما يجي قدي، ثالث مره لبسته وطاح وانكسر. مباشره الله الهمنا، لان الرؤى الهامات وفتح من الله سبحانه وتعالى، يشهد الله. فسالت اول سؤال
لأنها تفرق إذا هي عزبة أو متزوجة. الأمر طويل والشرح طويل لكن اختصر لك. قلت هل أنت يا عزبة؟ قالت لي. قلت هل لك علاقة مع شخص تطلعي معه وطلعت مرتين؟ قالت اخسرني يا شيخ والله فعلا. قلت الثالثة تراهي ما بتصير، فاتق الله في نفسك. سكرت وخافت وقالت هذا ساحر، هذا يعرف، هذا ما يعرف. وبعدها رسلت قالت والله فعلا ويشهد الله انه غصب عني، وتعرف البشر احنا بشر، ولكن الله ارسل لها هذه الرؤيه عشان تخاف. استدلنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفك الخاتمه الا بحقه اللي هو المهر والزواج. فهذه كانت بالاشياء هذه زي كذا. فالرؤى جميله جدا، فلو عرفت بالله عن الفضيحه هذه ولا شيء تطلع والله ما تطلع والله ما تفسر. ولكن ده ياخذنا لنقطه مهمه جدا انا عايز برضو اتكلم فيها، فكره هل الالهام، انت بتتكلم بالالهام مش بتتكلم بالعلوم. صح. يعني مفيش علم يقدر يشرح اللي انت قلته مع الحاله اللي جات لك او بتتصل بيك، ده هو الهام منك ان انت حسيت ان ده اللي بيحصل. لا هو مو احساس بس، الهام زي ما تفضلت ان الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء. كلنا عيال 9 شهور، ولكن الله أدى ده معلومة وأدى ده علم وده في الطب وده في الجيولوجيا وده في المية بيشوف المية تحت الأرض، هذا علم. وكلنا عيال 9 شهور، ولكن هذه من الزيادة في الخلق، يزيد في الخلق ما يشاء، فيفتح الله علينا في علم الرؤية. لو هو علم مكتسب كان كل الناس درسوه في الجامعات وكل الناس جو معبرين أحلام وما شاء الله تبارك الله. ولكن أحيانا ممكن يكون ما درس ولا تعلم ويعطيه الله معرفة أو علم معين. ما شاء الله بعضهم ما شاء الله الله اعطاه علم في جبر الكسر وهو ما درس ولا تعلم، يمسك اليد كذا طق 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 صلحها. اكبر الاطباء ما يقدر يسويها. وهذا من الاشياء اللي يزيد في الخلق ما يشاء. ولو تنبهوا للناس اللي عاشوا سعداء في حياتهم. وصلى الله يسعدك. وصلى الله. في سؤال بقى انا بيشغلني انا بشكل شخصي جدا، هي في بعض الاحلام واحنا تربينا عليها من واحنا صغيرين، ان لما تيجي تتكلم اولياء الامور مثلا وتقول لهم انا حلمت ماما او يا بابا او يا اي حد انا حلمت بكذا كذا كذا، فيقول لك لا ما تقولش لحد على الحلم ده. احسنت ما شاء الله تبارك الله يا اخي. انت تفتح لنا مواضيع حلوه، لانه هذا فيها نص، فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقص رؤياك الا الى واد او حبيب. واد يعني عنده علم، عنده ذكاء. وفي روايه ثانيه لا تقص الا الى عالم حبيب او لبيب. ليش الحبيب؟ لان الحبيب يعطيك الرؤيه بشيء جميل ما يوقع بالشر، لان الرؤيا والرصوص على رجل طائر حيثما وقع. فلا توقعها تعطيها اي واحد من هب ودب يفسر حلمك. هذا زي الروح، ما تخلي اي واحد يلعب فيها، اعطيها واحد يفهم حذق ويجيبها لك بالخير. لان بعضهم ممكن يقول لك والله تموت. اقسم بالله راينا قصص كثيره وانها زي الرمح اذا خرج. قال لك والله بيصير لك حادث، والله يصير له حادث. الرؤى ما فيها لعب ولا فيها هزار، وهي سبحان الله العظيم أنا شفت فيها العجب العجب. فلذلك أختار المعبر الحذر وحاول أنك ما تسلم روحك لأي أحد. فأمك مثلا الله يحفظها ويبارك فيها، أول شيء نهنيها اللي أنجبت هذا الشيخ العظيم ما شاء الله، وهنيك والله ونوجه له تحية إن شاء الله ولأمهاتنا كلهم أجمعين. الشاهد أنه فعلا لأنهم عرفوا من آبائهم وأجدادهم أن الرؤى تقع، قالت لا تقول صالحة، لا تقول لأحد لأنها تقع. لذلك اعرف عند مين تعبر حلمك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقصها الى حبيب او عالم لبيب. ولنا في قصه سيدنا يوسف في عبره، يا بني لا تقصص رؤياك على اخواتك فيكيد ولك كيده. بس ما شاء الله عليك احسنت اختصرت. طيب الله يوفقك. امتى بقى انا اصحى من النوم اقول لا الحلم اللي انا شفته ده انا لازم اشوف حد فاهم عشان خاطر احكي له، والحلم ده لازم افسره. ايه الاحلام اللي ممكن احلم بيها فاحس ان انا لا دي لازم تتفسر؟ والله شوف الأصل في علم الرؤى أن كل الرؤى لابد أنك تهتم منها. كل الرؤى لابد. يعني بذكر لك حديث رواه سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول كان الناس يتوافدون على الرسول صلى الله عليه وسلم كل فجر يحكون قصصهم ورؤاهم أحلامهم. يقولوا أنا ما كنت أرى الرؤى، فذهبت يقول دعيت الله اللهم يسألك رؤية صادقة وكذا ونمت. فلما نام رأى في المنام أنه 2 يسحبونه لين عندي، يقول فإذا أنا ببئر مطوية يعني مبنية لها قرناء، وإذا هي جهنم، ورأيت أناس أعرفهم وأناس لم أعرفهم. فأتى رجل يقول ومسك بيدي قال لن ترع يعني لا تخاف ما عليك بأس، تعال. سحب. فقمت فذهبت إلى أخت حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت لها الرؤية، قلت أنا أبشرك رأية الرؤية وبالله يخلي الرسول يفسرها. فرح أنه رأى رؤية. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر أمنا حفصة قال نعم الرجل، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل.
أو كان يقول يعني كأن الرؤيا فيها إشارة إلى، قال فوالله ما تركت قيام الليل منذ أن أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرؤيا. فهنا الرؤى مفاتيح وأجزاء منها، فلا بد أنك تهتم من كل الرؤى وتتمسك، لأنك أنت تدعي الله كل يوم زي ما فعل الله، يا رب أشوف رؤيا عشان أفسر عشان أعرف حالي وكذا. فأحيانا يكون الإنسان مريض، إنسان يكون عنده تعطيل في عمله في وظيفته، إنسان عنده، فحلها بسيط وهو يدعي الله كل يوم يقول يا رب يا رب يا رب. فالله يرسل له رسول في المنام ملك يقول له على أيه. لأنه هذا يذكرني برضو بشيء إذا في وقت تسمح لي، طبعاً إن الرؤى تنقسم إلى قسمين، قسم من الله مباشرة وهذا من علم الغيب لا علم إلا الله، وقسم لأن كثير من الناس يفكر الرؤى على طول تجيه كذا، من اللي يعطيك الرؤى؟ في ملك موكل بالرؤى من الله سبحانه وتعالى، هذا الملك يجي يضرب لك الرؤية ويمشي، وفي شيء من الله سبحانه وتعالى مباشرة. كيف أعرف إن هذه من الله وهذه من الاثنين وهذه من الملائكة أو من الملك؟ الرؤية اللي من الله سبحانه وتعالى تأتي في علم الغيب لا يعرفها لا ملك ولا غيره، وتيجي على ظاهرها، يعني أنت شفت إنك بتقابل فلان من الناس بكرة، بتقوم من النوم الله أنا قابلت فلان، نفسها ما يحتاج لها تفسير، أو بتشوف مثلا إنه بيصير صفقة في المحل الفلاني وتروح إلا تلقاه زي ما هي، فهذه تعطيك من غير قابلة للتأويل، من غير قابلة للتأويل. فإذا تكررت عليك زي كذا تنقسم برضو إلى قسمين، القسم الأول إن هذا الرجل صالح أو هذه المرأة صالحة مع الله، فكأن الله بيبشر ويقول شوف أنا معك بوريك بوريك، تزداد في الإيمان. وقسم ثاني اللي هو العبد الفاجر البعيد عن الله ولا بيصلي ولا شيء، كأن الله بيحذر ويقول شوف بوريك شيء من علم الغيب، لابد أن تؤمن، رسالة تخاف رسالة بالضبط. ايوه شوف حتى القسم الثاني بس هو قسم ثاني اللي هو الرموز اللي هو من الملائكة، تيجي على شكل رموز، الملائكة لما يجي يعطي رمز زي ما حصل 11 كوكبا، والحاجة الثانية انه 11 كوكبا هذه رمز، ربطنا الرمز هذا والشمس والقمر قال لك الكواكب اخوانه، والشمس والقمر قال لك مين ابو وام. طيب حلو، والثانية شيء لما جت قصة السبع البقرات وهذه رموز سبع سنوات. طيب والحاجة الثانية شيء إنه لما نقول إنها من الله مباشرة، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق بالحق لا تدخل المسجد الحرام. فهنا هذه زي ما هي. والثانية شيء اللي برضو من الله مباشرة ما يبغى له تفسير، إنه يا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا، شافها زي ما هي، ذبح ولده أخذ ولد، ما فيهاش تأويل ولا فيهاش تفسير. تنقسم إلى قسمين، يمكن كثير من المعبرين أو كثير من الناس يجهل هذه المعلومة، بس حبينا نوصلها وفيهم الخير ما شاء الله. طيب بما إن إحنا بنتكلم على تفسيرات الأحلام وبنتكلم على الاستيقاظ وإن إحنا نروح على طول نعرف الرؤية اللي إحنا رأيناها، طب إيه رأيك في الناس اللي ما بتحلمش أو اللي بتحلم وبتشوف حاجة بس مجرد ما تقوم من النوم تنسى بالظبط، مش فاكر أنا حلمت بإيه؟ شوف هذا ناس كثيره، فئه كبيره جدا خصوصا الشباب. احسنت والله سؤالك حلو هذا، لانه فعلا كثير من الناس ينساه هذا، لانه هو في الاصل قد يكون له قسمين، القسم الاول انه الجانب اللي مهم انه يرفع الايمان عنده عشان الله يثبت له الرؤيه، ويكثر قيام الليل وينام على طهاره وعلى وضوء، وافضل وانصح كل واحد قام من النوم سجلها يا اخي اكتبها سجلها عشان ما تطير منك، لانه في ناس كثير مع ظروف الحياه والعمل والوظائف والاشياء بينسى الانسان، فنقول له سجلها واكتبها ولا عليك. الحاجة الثانية إنه ممكن قد يكون هذا الإنسان ما بيهتم، والله سبحانه وتعالى ما حب إنه يبشره، لأن هي بشارات لهم البشرى في الحياة الدنيا، ذكر الله سبحانه الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكان الله يجعلنا من يتقون يا رب العالمين، أبشر بالخير. وإحنا كنا بنتكلم وندردش قبل ما نبدأ تصوير، أنت قلت لي لازم لما أجي أعرف التفسيرات ولما اجي اسمع حلم لازم اشوف الشخص اللي قدامي، لان كل حاجه بتختلف صح، مو اشوفه اتكلم معاه، اتكلم معاه لانه اشوف غير، لانه وهذه برضو رساله، انا عايز السؤال بتاعنا هل ممكن تفسر الحلم من خلال رساله؟ نشوف الناس بيقول لك عايز تفسر حلمك ابعت لنا رساله. والله يا جماعه الخير، وانا من هذا المنبر الجميل الجيد مع اخي احمد اوجه هذه الرساله لكل من يسمعني، إذا شفت الواحد يعبر لك الرؤى برسالة ويقول برسالة وأبغى برسالة، هذا حط عليه إكس، قل لي دي معلومة خطيرة إحنا والله يا أنا كثيرة. أحاسب أمام الله عليها. ليش؟ لأن الأصل في علم الرؤى معرفة الشخص، لا بد تعرفه معرفة شخصية، إذا ما تعرفه تتعرف عليه، كيف تعرف عليه برسالة؟ لازم أسأله كم عمرك، إيش تشتغل، إيش تحب، متزوج، ما أنت متزوج، لأن الرؤى مقامات، رؤية الرجل ما هي زي رؤية المرأة، ورؤية المرأة ما هي زي رؤية العزبة، والعزبة ما هي زي المتزوجة، والمتزوج مو زي المطلق. لابد تعرف عنه كل شيء. أعطيك مثال حصل قصة عند ابن سيرين،
ورحمة الله عليه، إنه جاء رجل عنده قال يا شيخ أنا رأيت إني أذن، قال إن صدقت الرؤية تحج، وهو يدرس طلاب وابن سيرين في المسجد. فدخل رجل ثاني قال يا شيخ أنا رأيت إني أذن، قال إن صدقت الرؤية تقطع يدك. هنا الطلاب قاموا عند ابن سيرين قالوا كيف هذا الكلام؟ أنت هذول الاثنين كلهم أذن أذن، والله لابد إنك تعلم، لأنه نفسها الفرق ما بين دول. إيه فيدعين هذا للرسائل اللي يرسلون، طيب أنت بترسل لازم أعرفك. فقال أنا أعرف هذا الرجل علامة الصلاح عليه أولا، رجل صالح ومعروف عندنا في القرية ومعروف كذا، فاستشهد بقوله تعالى وأذن بالناس في الحج أخذ من الأذان الحج. جاء عند الثاني قالوا طيب هذا، قال هذا يا من نصحنا وهذا حرامي وكان يسرق، ورأى الرؤية هذه واستشهد بقوله تعالى وأذن مؤذن أية العير إنكم لسارقون، سبحان الله. فأخذها من كذا بس ما أعرف، لازم أعرفك، لازم نتعرف. أنت دلوقتي بتفجر مفاجأة مهمة جدا وقوية جدا. ليه بقى؟ لأن احنا برضو احنا متربيين على التفسيرات المختلفة، نقوم من النوم شفنا حاجة فنروح نشوف تفسيرها إيه، ولكن ده غلط، ده ممكن يكون غلط. تفسيره مختلف يوديك هداية وعيش ناس في هم، والله صالح سبحان الله، يعني ماتوا مهمة جدا والله فعلا. لابد انك تعبر عن شخص، وهذا الشخص اذا رايته يكثر عليك الاسئله اعرف انه جيد. اذا شفت انه قال لك خلاص وكذا وكذا قفل السماعه على طول في وشه بالمسح. ده شخص اعتقد دي بالضبط. رساله مهمه جدا وتحذير قوي للناس، سواء كانت الناس اللي بتلجا الى بعض مفسرين الاحلام عن طريق الرسائل وعن طريق السوشيال بالضبط. ميديا، وكمان عن طريق ان هي تصحى وتروح تعمل سيرش بنفسها وتشوف ابن سيرين بيقول ايه، لان هو يعني ابن سيرين في حالتين متشابهتين كان التفسير بالضبط. مختلف تماما، ولا يعرفهم ابن سيرين ما يعرف، ولا هو اللي كتب اصلا على فكره من هذا المنبر، ابن سيرين ما كتب، اللي كتبه اللي كانوا يسمعوا القصه زي انا والاستاذ احمد الحين نتكلم في الحوار. بكره الجرائد جت اخذت بعض المقطع الثاني ضاع العلم كله. فلذلك انا انصح كل الإنسان إنه يعرض رؤيته شفويا، يتكلم شفويا. وأعطيكم برضو رسالة حلوة، معلومة مهمة جدا. ممكن في حاجة ثانية، أنا عايز قبل ما تقول الحاجة الثانية، يعني إحنا أنت بتشوف أكيد أحلام كتيرة جدا وتتعرض لتفسيرات كتير، فيعني السادة المشاهدين حابين نقول لهم كده على أعجب رؤية أنت رأيتها. يعني والله أنا رأيت رؤى كثيرة الحمد لله، طبعا أصلا ما صرت أفسر رؤى إلا بعد ما رأيت رؤيا. الرؤية اللي احنا اللي انت هتحكي الحمد لله. لا مو هي أنا، لا من أعجب الرؤى اللي مرت علي. مر علي رؤى كثيرة، من ضمنها أحد الأخوان يقول يا أخي أنا رأيت في المنام إنه، بس قال لي لا تعبرها إلا عند حاتم الغامدي. قلت يا أخي متأكد إنه أنا حاتم، يمكن واحد ثاني لأنه هو أخذ رقمي من جوجل وكذا. قال لي إذا في أحد ثاني أعطيني رقمي. قلت أقول لك أعطيني رؤيتك خلينا نسمع، ممكن الله يفتح لنا، ما دام هذا تكليف من الله، يعني شيء قال لا تعبر الا عند حاتم الغامدي. فلما اعطاني الرؤيه قص لي الرؤيه حقته، حتى والله كاني اتذكرها، هذا كان قبل 7 سنوات 8 سنوات. قال لي رايت اني امسك عظمه يقول وامص المخ حقه مخاع، بس انت ابويا انت متاكد ان حاتم الغامدي ايش عظمه؟ الهمني الله سبحانه وتعالى اني اساله سؤال مهم، قلت له انت تشتغل عند شخص او بينك وبين شخص مسؤول او تاجر كبير علاقه في اموال او شيء؟ قال لي اي والله، والله هذا الهام من الله، الله فتح عليه. قلت له لك عنده مبلغ حدود 4 مليون او 400 ألف او فئه الاربعه وشيء؟ قال لي والله 4 مليون. قلت ان صدقت الرؤيا اسحب فلوسك بسرعه. اسحب فلوس. ليش ما ادري طبعا. انا بعدين حدثني لما ارسل لي رساله قال لي يا ليتني سمعت كلامك، لانه هنا برضو رساله ما سمعش كلام كل انسان اسمع الرسائل اللي يقول لك عليه المعبر، لأن حلمك علمك. لما أقول لك سوي كذا سوي كذا، ليش؟ كثير من الناس مثلا أحيانا يشهد الله إنه يكلمني يقول رأيت كذا كذا، أقول له سوي كذا كذا عشان ما يصير لك كذا كذا، ما يسمع الكلام يقول هذا أهبل أو هذا أنا فاضي، يجي يقول يا ليتني سويتها. على سبيل المثال أحدهم قبل 4 سنوات 3 سنوات عمره 25 سنة، أقول له حل لي السكر وقل لي السكريات، الرؤية تقول كذا، تقول يوم قفلت قلت هذا أهبل، أنا شاب ماني عجوزة يجيني السكر ازاي؟ تقول والله ما كملت سنه الا وصلت بدا السكري، واني الى الان اتعالج ما لقيت له علاج. فلو سمعت الكلام من اول خففت السكر لحد ما عدت الامور تبدا تضبط معك. علمك يهتموا من الرؤى، والله كثير من الناس عبر نار ما اهتموا، زي هذا اقول لك خسر ال 4 مليون كله. 4 مليون حلفني بالله العظيم، قال لي حصلت بحذافيرها، يقول حتى التاجر هذا نفسه اللي فلس واعلن افلاسه جاء بعدين وقلت له على الرؤيه، قال يا ليتك خدت المبلغ كان مداني انا اتسلف منك. حلف بالله العظيم.
فلذلك اهتموا من لازم الرؤى. نهتم. نعم. استاذ حاتم احنا الوقت معاك يعني بيخلص بسرعه زي ما بيقولوا، واحنا طبعا احنا على موعد ان احنا هذه اللقاءات ان هي تدوم وتتكرر بشكل كبير جدا، ويكون في بقى يعني مناقشات من قبل الناس وناس تقول لنا الاحلام ونبقى بنفسرها على الهواء، وان شاء الله انت توعدنا باذن الله بده قريبا ان جدا شاء الله. ففي نهايه الامر، وخصوصا ان الموضوع ده مهم جدا، انت حابب توجه رساله للناس؟ لو هتقول لهم رساله فهتقول لهم والله انا اللي بقول لهم اتقوا الله عز وجل في انفسكم. الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. والرسالة اللي بوجهها لكم إنه أنت قد تكون أنت مفسر أحلام، أنت بنفسك تعبر حلمك، لا تنتظر أحد يكرمك أكثر من نفسك. لو أعطيناك، لو انعزمنا في بوفيه مفتوح مثلا وقلت لك بالله رحت أنا أجيب لك الأكل، ممكن في أشياء تعجبك أشياء ما تعجبك، صح ولا؟ لكن لو رحت أنت بنفسك هتأخذ أحلى حاجة، صح ولا؟ صح. فأنا أقول كل من الله فتح عليه في علم معين أو عنده دراسة معينة أو شيء، فما في أعظم من النفس أنك تكرم نفسك، لا تستنى أحد يجي يكرمك. إذا قمت الصباح ورأيت رؤيتك سجلها كذا وابدأ أشوف الأشياء الحسنة فيها الله، وكرم نفسك، عبي على قولتهم الطبع ده، هات براحتك بقى، عبي براحتك، قل بيقع كذا بيقع كذا، هذه الرؤية تدل على كذا، بشر نفسك. ما في أعظم من أنك تكرم نفسك، وبالأصول مو أنك تيجي من هب ودب وتكذب، لا، هي رموز معينة إذا أنت الله فتح لك فيها ففكفكها. شفت شيء أخطر، كل هذا خضار، هذا معناته موضوع بيتم، شفت شيء كذا هذا بيصير كذا، شفت الماء هذا الحياة، شفت حاول تجيب الأشياء الحسنة لنفسك وارمي السيئة دائما وأبدا، اجلب لنفسك الخير والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرم. إذا شافك الله تكرم نفسك أو تكرم الناس أو تكرم ذا، يا غار الله سبحانه وتعالى، لأنه هو أكرم الأكرم، يقوم يكرمك ويعطيك ويبارك لك. سبحان الله، الله أعلم. مشاهدينا في كل مكان، ربنا دايما في كتابه الكريم بيقول لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون، لعلهم يتدبرون. وفي الحياه عموما في رسائل كثيره بتجيلنا لازم ولابد ان احنا نتوقف عنها ونسال نفسنا سؤال، ليه شفناها وليه احنا بالذات؟ وزي ما قال شيخنا الغالي، حلمك علمك. احنا كنا سعداء جدا جدا واستمتعنا بالحديث معك، نتمنى ان هو يطول. استاذ حاتم الباحث في علم الرؤيه الشرعيه، باذن الله يكون في لقاءات تانية متتاليه. بنشكر حضرتك، بنشكر الساده المشاهدين على المتابعه، والى اللقاء. حياكم الله، اهلا وسهلا.